نرحب بيكم اعزائنا رواد رواق ابن خلدون النهارده في لقائنا المتجدد كل يوم ثلاثاء عن احد المواضيع اللي فرضت نفسها على الساحه المصريه وعلى الراي العام المصري حول اوضاع الصحفيين ميدانيا ونقابيا وتشريعيا منذ فتره. والعديد من الصحفيين او المراسلين او العاملين في الصحف بيلح علينا في فكرة ما يلاقوه أو التحديثات اللي بتحصل تشريعيا ونقابيا. ولكن مؤخرا حدث أليم وهو استشهاد الصحفية ميادة أشرف، وكان ده بمثابة إنذار للمجتمع المدني اللي يعتبر دوره يكمل أو معاون لدور الصحافة في تقويم المجتمع وفي نشر العلم والمعرفة والمعلومات اللي بتفيد أفراد هذا المجتمع. حدث استشهاد ميادة أشرف تضربت حوله الأقاويل في الأول والعديد من الإشاعات، لذلك كنا اليوم نفكر في أن نستضيف في أحد شهود العيان على هذا الحادث البشع، وهو أستاذ عبد اللطيف صبح. أنا آسف إذا كان غلطنا في الاسم في الإيفنت، ولكن بنرحب بحضرتك على وجودك معنا. صحفي باليوم السابع وهو أحد شهود العيان على هذا الحادث، هيحدثنا عن شهادته اللي رواها أكثر من مرة، ولكن هذه المرة لكي نناقش الأمر من أبعاد أوسع حوالين أوضاع الصحفيين في مصر والصحفيين الميدانيين والمراسلين الصحفيين. كما أرحب بضيفي أستاذ حازم الملاح، صحفي بجريدة البديل ومنسق المبادرة المصرية للدفاع عن الصحفيين، وهو أيضا ليحدثنا اليوم عن الأوضاع التشريعية والقانونية والجهود اللي بتبذلها المبادرة ويعرفنا بها أكثر، والدور اللي بيقوموا بيه من خلال نقابة الصحفيين أو من خلال شباب الصحفيين لتحسين أوضاع الصحفيين المصريين والمراسلين الميدانيين. هنروح بقى لأول جزء مع الأستاذ عبد اللطيف، وهو عن شهادته على الأحداث وما حدث بالفعل، وهو شاهد صدق وكان مصدر أو أهم المصادر عن الحادثة في الفترة الماضية. مساء الخير. مساء الخير. أحب أكد في البداية أن أنا هنا بتكلم كشاهد عيان، وما بتكلمش باسم مؤسسة اليوم السابع اللي ليا شرف الانتماء إليها. الأحداث بدأت باندلاع اشتباكات بين عناصر جماعة الأخوان وأهالي شارع صعب صالح بعين شمس، أحد الشوارع المتفرعة من شارع عين شمس الرئيسي. اندلعت الاشتباكات بين عناصر الأخوان والأهالي، استخدموا فيها الأسلحة النارية وأسلحة الخرطوش، تبادلوا فيها إطلاق النيران مما أدى إلى سقوط العديد من الإصابات. على الفور توجهت مدرعات قوات الأمن، أطلقت سيل من قنابل الغاز المسيل للدموع وطرقات الخرطوش، نجحت بالفعل في تفريق مسيرة الإخوان التي تجمعت مرة أخرى في شارع عين شمس الرئيسي. يعني أنا وزميلي في اليوم السابع فضلنا مع قوات الأمن ومع الأهالي. بعد كده المسيرة اتجمعت مرة أخرى في شارع عين شمس الرئيسي زي ما قلنا، زميلتنا المرحومة ميادة أشرف وأحلام حسنين زميلتها في الدستور كانوا موجودين معاهم، كملوا مع المسيرة. يعني المسيرة اتجهت بعد كده إلى مزلقين عين شمس، لحقتها قوات الأمن من الخلف. بعدما تخطت المسيرة مزلقين عين شمس أطلقت الرصاص باتجاه المسيرة بطريقة عشوائية. قمنا بعملنا الصحفي وبعتنا الأخبار للصحف والجرائد، وبعد كده اتصلت بأحلام عشان أطمن عليها يوم ميادة. لقيت أحلام منهارة وبتقولي ميادة ماتت. يعني طبعا كان في صعوبة للوصول لمكان ميادة، وكان هو مسجد الشيخ عبيد في عين شمس. نظرا لزياد حدة اشتباكات كان عناصر الإخوان نظموا صفوفهم مرة أخرى وبدأوا في تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن. لما رحت أحلام حكيت لي اللي حصل ساعتها، إن هما كانوا ماشيين قوات الأمن جت من الخلف أطلقت الرصاص، بتبص وراها ما لقتش ميادة، لقيت ميادة واقعة في الأرض غرقانة بدمها.
مين اللي اطلق الرصاص على مياده بالتحديد احنا ما نقدرش نحدد. انا كنت في جانب قوات الامن واحلام ومياده كانوا في جانب مسيره الاخوان. كان في حاله من الكر والفر طبعا بعد الهجوم على المسيره. تحديدا مين اللي اطلق الرصاص زي ما قلنا ما نقدرش نحدد. الجهات التحقيق شغاله، النيابه العامه، وزاره الداخليه قالت ان هم عندهم فيديو بيقول ان في ملثمين هاجموا المسيره واطلقوا الرصاص الحي. احنا بنطالبهم طبعا بان الفيديو ده يظهر، وان هم لو كانوا قبضوا على جناه زي ما بيقولوا او متهمين يا ريت يفصحوا عن نتيجه التحقيقات. هي دي كانت شهادتي عن وفاه او استشهاد ميات اشرف قطاع.